FM. الكلمة ليك. نعرف اللي في ليبيا فما مشكلة كبيرة متاع شرعية، يعني عندنا برلمان منتخب شرعي معترف به في 2014، وعندنا مؤتمر الوطني العام اللي هو كما تقول مجلس التأسيسي التونسي انتخبوه عام 2012، ولكنه معناها مازال متمسك بالسلطة بعد 5 سنوات ونيف من انتخابه. به في وقت من الأوقات صارت مشكلة كبيرة في ليبيا، البلاد مقسمة على 2، صارت عملية الكرامة من شيرة، صارت عملية فجر ليبيا من شيرة، ثم صارت تغييرات ميدانية أساسا دخول الجنرال حفتر إلى عديد المناطق في ليبيا وتبدل الصورة متاع موازين القوى. به عملوا في المرة الأولانية حوار في ديسمبر 2015 في المغرب، وكان هناك اتفاق سموه اتفاق الصخيرات. نهار اللي تم الاتفاق هذايا وتم تصحيحه معناها امضاء عليه من طرف المتحاورين، قلنا لهم يا شباب هذا الاتفاق إلي مغني زيد، كيفاش تجي انت اليوم للسيد اللي معناها يملك 60% من الارض تقول له ما عندك حتى دور معناها في مستقبل ليبيا؟ ما اللي هو معناها جنرال حفتر. وبقات الحروب في ليبيا من 2015 الى يوم هذايا. قالوا شنو نعملوا؟ نجيبوا البرلمان ونجيبوا المؤتمر الوطني هذايا ويقعدوا مع بعضهم ونحاولوا نوصلوا الى اتفاق جديد على بناء على شيء اللي صار في الصخيرات، ولكن او تعديل الاتفاق نتاع الصخيرات. كابا فهم الكلمه ليك.